سؤال، تحبين الشعب الأشقر لو الأسمر؟ أتمنى تعقرين تعليقي. بصراحة أنا مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونوا بخير. أنا الحمد لله بخير، واليوم أجتني هدايا من فلسطين ومن أمريكا، من خالد وصفا أجتني هدية. إذا أنتم مشتركين بقناتي اشتركوا بقناتي بالضغط على زر الاشتراك وزر تفعيل الإشعارات حتى تشوفون فيديوهاتي أول بأول. واليوم بهذا الفيديو راح أفتح الهدايا، بالإضافة إلى أنه راح أجاوب عن أسئلتكم. خليني أجاوب على كم سؤال من أسئلتكم وبعدها راح أفتح الهدايا. إذا حبيتوا تشوفون الهدايا من أفتحها مشوا الفيديو وراح تشوفون الهدايا. أوكي يلا يا جماعة نجاوب عن أسئلتكم. أوكي يا جماعة، سألتوني هواية أسئلة بالإنستغرام وهسه راح أختار منها وأجاوب عليها. طبعا يا أصدقائي تقدرون تصورون الشاشة وتشوفوني بالإنستغرام، روحوا تابعوني على الإنستغرام. يلا صوروا الشاشة، يعني ما تخسرون شيء، بدربكم. يلا بدربكم، يلا يلا، 1 2 3، 1 2 3، يلا صوروا الشاشة. أوكي خلاص خلاص مليتوا، يلا يلا باي باي باي. سوسة تسألني، هند أنتي مو مرة قلتي أنا عايشة بالإمارات وأبد مواصلة للعراق، أشو بعدين قلتي من كنت بالعراق؟ أتمنى جاوبيني وتفهميني. وعندي سؤال ثاني، ليش أختك معجبة وأنتي لا؟ أنا رسل من بغداد. يا هلا بيك يا رسل. أنا انولدت بالإمارات، عشت بالإمارات 19 سنة، رحت عشت بالعراق 4 سنين ونص، وبعدين جيت عشت بأمريكا. فعشت بالعراق بأربيل بالتحديد، بس إنه ما عشت بالبصرة. أنا يمكن قالت لك إنه أنا ما عشت بالبصرة، فأنتي عبالك إنه أنا ما عشت بالعراق كله، بس أنا عشت بأربيل. فهي هاي قصة حياتي، وهواي ناس تعرفها أعرف هذا الشيء. هنودة، شلون تصرفين ويا شخص كشفتي إنه كان يكذب عليك ويخدعك ويحاول يدمر حياتك؟ بكل اختصار تجنبي هذا الشخص إذا جالك هيك شخص، يعني هو عادي عيشي حياتك. كي دينا تسأل، شنو نوع عدساتك ومن أي ستور أخذتيها؟ أنا ساكنة أمريكا، عندي عدسات اسمها فريش لوك، هاي تنباع بالوالمارت بكل مكان، وعندي عدسات ثانية اسمها سولوتيكا، هاي بس تنباع بموقع على الإنترنت. فإذا تريدين راح أحط لك الموقع بصندوق الوصف، أخذي. وهاي مو دعاية لهم، هاي مو دعاية لهم. أصعب موقف محرج صار معك بأمريكا؟ شوفوا أنا عندي قصتين، قصة الولد اللي لحقني بسيارته وقصة المرة العجوز اللي بكت من شافتني. إذا تريدون أحكي لكم واحد من هاي القصتين أو اثنين، هم ما أدري، صوتوا. المهم أنا راح أحط هنا تصويت، صوتوا أي قصة تريدوني أقولها أول وسويها فيديو وأحكي لكم إياها، يعني صوتوا بالتصويت. سؤال، تحبين الشعب الأشقر لو الأسمر؟ أتمنى تعقرين تعليقي. بصراحة أنا أميل أكثر للشعب الأسمر، بس الشعب الأشقر مو معناها هو مو حلو، بس إنه لأن أنا شوي حنطاوية، يعني أميل للناس اللي يشبهوني. لو تزوجتي وطلب منك زوجك تتركين يوتيوب؟ طبعا هذا السؤال أنا جاوبته، ما راح أجاوبه خلاص. روحوا شوفوا الحلقة اللي جاوبت بها السؤال، راح أحطها هنا. هسه إجا وقت إنه نفتح الهدايا. ثواني يا جماعة، راح نفتح أول شيء هدية خالد وصفا، دزولي إياها من نيويورك. هي هاي هدية خالد وصفا، راح أفتحها هسه. واو حركات، حاطين لي لزاق حتى أجرها. خربت الهدية اللي صرت أمها. الهدية هي عبارة عن هذا التحدي، تحدي الكف. بس شنو هذا التحدي؟ يكون تنافس بين اثنين، كل واحد منهم يضغط. خل أشرح لكم هالشي. أوكي، تنافس بين اثنين، كل واحد منهم يضغط، واللي يضغط أسرع هو الفائز، والثاني راح يخسر وراح يجي على وجهه الكريمة. يعني حلو هذا التحدي، أنا كنت أتمنى أجربه بصراحة، فأكيد راح أجربه. وراح أجربه ويا شخص ما أعرف يا شخص أجربه بصراحة، اقترحوا لي منه، كتبوا لي بالتعليقات ويا منه أجربه. فشكرا خالد وصفا على هاي الهدية. خلينا نفتح هدية مروان هسه من فلسطين، جاب لي هدية اللي هي هاي، مكتوب عليها إنه حاط بيها شوكولاتة، بس خلينا نشوف شنو بيها. أنا كلش أحب الشوكولاتة، كلش متحمسة إنه أذوقها. لا يا جماعة هاي شنو؟ ما تنفتح. لا يا مروان، ليش يا مروان؟ يا جماعة إذا تريد تزولي هدية، عنواني موجود بصندوق الوصف، ما راح أقدر أكتبه على الفيديو لأنه ممكن يتغير بأي وقت، فراح أحط لكم إياه بصندوق الوصف. حسيت نفسي قاعدة أحرر بلاد. عملية ولادة. جول. لا بعد مو جول. شنو هذا؟ شنو هذا؟ طلع البيبي، طلع. يا جماعة شنو هالهدية هاي؟ صار لها ساعة، صار لي ساعة أحاول أفتح بيها، بعد البيبي بعد عالق. يلا نفتح الهدية، نفتحها مرة ثانية.
والله يا جماعة كلش تعبت بهاي الهدية، ما قاعد تنفتح. قربنا قربنا من الهدف، يلا والبيبي طلع بسلام أخير. Oh my god، تويكس وسنيكرز. أنا أحب التويكس وسنيكرز مع الدول العربية. هو مروان أكيد متابعني ويعرف. شكرا يا مروان، جاب لي حلويات وجايب لي هذا الشيء. هاي هم هدية ثانية، هم لازم نعاني حتى نفتحها. هاي سهلة، جايب لي الله قلادة مكتوب عليها هند. شكرا يا مروان. على فكرة أنا عندي هنا قلادة مكتوب عليها هند، هم راح أحط لكم شلون تشتروها. هاي عندي مارس مال الدول العربية. الله هلا بريحة هلي جالكسي. هلا 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 باونتي بابلي. باقي الهدية كلها حلويات من هاي. خل نجرب هاي، هاي هاي بحياتي ما جربتها. خل هلا جرب. طبعا مروان مبين انه هو متابعني كلش بحيث يعرف انا شنو احب، وجايب لي الحلويات اللي انا احبها. بندق. وشكرا مروان على الهدية، كلش فرحتني كلش حلوة، كلش أحب هاي الحلويات. شكرا لك، شكرا لكم خالد وصفا على التحدي، وإن شاء الله أسوي هذا التحدي بيوم من الأيام ويا شخص من الأشخاص، ما أعرف ويا من راح أسوي. يمكن أسويها ويا أخوي، يمكن أسويها ويا يوتيوبر ثاني، الله أعلم. إن شاء الله إن شاء الله أسويها يعني. شكرا لكم اللي تابعتوا الفيديو، لا تنسون تسوون لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، واشتراك بقناتي إذا أنتم مشتركين بالقناة، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة.